حياكم الله. هذا هو مسجد الفسح أو مسجد السفح، أحد المواضع التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام. أعيد ترميمه وافتتاحه في الوقت الحالي، ويقع على سفح جبل أحد الحبيب. ما شاء الله، هذا هو حي الشهداء. طبعا هذا المسجد ذكر في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المسجد الذي بجوار الجبل لاصقا به، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية غزوة أحد جمع بقية الصحابة في نهاية الغزوة وادخلهم إلى شعب الجرار. قتل أبي بن خلف الجمحي في هذه النواحي. صعد النبي عليه الصلاة والسلام على أحد الغارات هناك، ومسح الدماء من على وجهه الشريف، ثم نزل إلى هذه المواضع وصلى بالصحابة صلاة الظهر جالسا من أثر الجراحات، وصلى الصحابة خلفه جلوس، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به. ففي هذا المكان كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام دون تحديد العين. طبعا ذكر الإمام السمهودي أن سبب تسميته بمسجد الفسح لأن الصحابة تزاحموا في هذا المكان، فنزلت آية الفسح: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. لكن والله أعلم، كما ذكر لنا بعض أساتذتنا، أن تسميته بمسجد السفح هو الأصح، لأن المسجد يقع على سفح الجبل. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.